Demikianlah pembacaan nama arwah pada pagi hari ini. Semoga senantiasa arwah-arwah dan hajat-hajat yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Menempati acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustaz Irwan dan Ustaz Bishri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل والله على كل شيء قدير آمن الرسول
كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلٌ لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو kita semuanya kelak mendapatkan syafaat Al-Qur'an fi yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin.